ورحمة الله وبركاته، نتمنى تكونوا بخير. خليونا نبداو. داكوغ، خليونا نبداو. دونك حنا كاينين في لا شابيتر نيميرو 2. في هاد لا فيديو غادي نشوفو اسيد فور ولا باز فورت، وغادي نشوفو الكلاسمون دي كوبل اسيدو بازيك. خليونا نشوفو اول حاجة لاسيد فور ولا باز فور. اول حاجة غادي نشوفو لاسيد فور et la base forte. Donc اول حاجه في A غادي نشوفو لاسيد فور. لا فلاسيد فور لا فلاسيد فيبل غادي ناخذو في ليشيل ديال كا ا والبي كا ا. داكوغ، ماشي ما غاديش ناخذو الكا بي والبي كا بي، صافي. دونك لاحظ معايا اشنو قلنا الحصه اللي فاتت. قلنا انه في الحصه اللي فاتت راه لاسيد فور كان عرفوه بماذا؟ بلا كونستانت داسيديتي. ياك الا كانت لا كونستانت داسيديتي عندها واحد القيمه شويه كبيره مثلا، راه تنقولوا انه راه اسيد فور. الا كانت القيمه ديالو واحد القيمه معينه، تنقولوا انه راه اسيد فيبل. حنا بغينا نعرفوا هاد القيم، بغينا نعرفوا هاد لا كونستانت داسيديتي اللي بها غادي نعرف واش هذاك لاسيد فور ولا فيبل. شحال كتروح القيمه ديالها؟ واش اكبر من واحد العدد؟ الا كانت اكبر من واحد العدد تنقول مثلا راه اسيد فور، او الا كانت صغر منه مثلا تنقول راه اسيد فيبل. بحال هاد المعلومه اللي بغينا نعرفو. يعني انه قبل انا ما نجي نقول لك لاسيد فور ولا لا باس فور، خصني باش نعرف هاد لاسيد فور ولا فيبل، راه خاص اولا ناخذ ماذا؟ ناخذ واحد المعادله ديالي اللي غادي ناخذها بعين الاعتبار ونبني عليها المعلومه ديالي. دونك اول حاجه غادي ناخذ هذا الكوبل ا اش ا موان، كلشي تيعرفها حامضه. دونك ا اش ملي غادي نزيدها نزيد ليها الماء اش دوزو، اشنو غادي تعطيني؟ غادي تعطيني ا موان بلس اش 3 او بلس. والا قلت لك حدد ليا لا كونستانت داسيديتي ديالها، غادي تقول لي سهله، هي ا موان مضروبه في اش 3 او بلس مقسومة على ا اش. دونك باش تعرف هاد لاسيد واش اسيد فور، يكفي ان هاد الكا القيمة ديالها تكون اكبر من ماذا؟ تكون اكبر من واحد. الا كانت لا كونستانت داسيديتي اكبر من واحد، تنقول ماذا؟ تنقول هذاك لاسيد راه فور. نقدر نعرفها، نعرف كذلك واش هذاك لاسيد فور ولا فيبل من خلال البي كا ا، ماشي بالضروره غتكون كا ا. يعني يقدر يكون عاطيني البي كا ا في المعطيات ديال هذاك الكوبل ديال هاد ا اش، يقدر يكون عاطيني البي كا ا ديالها ونحدد كا ا شحال كتساوي. دونك من خلال الكا ا شحال تكون تتساوي فونكسيون دو بي كا ا. داكوغ، دونك اشنو كنعرف انا؟ غادي ندخل هنا باللوغ وندخل هنا باللوغ. ياك الا دخلت باللوغ، اللوغ ديال كا ا، اللوغ ديال كا ا كيساوي او اكبر، بويسك هاد لا فونكسيون ديال لوغ فراه هي واحد لا فونكسيون اللي هي كخواسون. دونك الا دخلت باللوغ هنا واللوغ هنا، راه المتفاوته ما غاديش تغير. دونك غادي تكون اكبر من لوغ ديال واحد اللي هو زيرو، ولكن انا بغيت موان لوغ ديال كا. دونك موان لوغ دو كا ا راه اصغر من الصفر، وموان لوغ دو كا ا شنو هو؟ هو بي كا ا. دونك البي كا ا هي موان لوغ ديال كا ا اصغر من الصفر. دونك إلا لقيت الكا أكبر من واحد، راه أوتوماتيكمون غادي نقول راه لاسيد فور، و أوتوماتيكمون راه البي كا أ ديالها غادي تكون أصغر من الصفر. فراه نقدر من خلال البي كا أ أشنو كتساوي؟ البي كا أ أشنو كتساوي؟ كتساوي 10 أس ناقص الكا أ. ندخل هنا بعشرة أس، ندخل هنا بالعشرة أس. هنا عندنا موان لوغ ديال كا أ. دابا هنا شنو عندنا؟ عندنا كا أ اشنو كتساوي؟ كتساوي 10 اس ناقص البي كا ا. كيفاش درنا لهادي؟ قلنا انه راه البي كا ا راه كتساوي ناقص اللوغ ديال كا ا. واش دينا هنا؟ دخلنا بال10 اس ودخلنا هنا بال10 اس. ياك، واش كاينه ولا ما كايناش؟ يعني انه هاد الكا ا هي 10 اس ناقص بي كا ا. هاد البي كا ا قلنا ان باش تكون حمض قوي خاص تكون بيكا اصغر من الصفر، و الا كانت هذه صغر من الصفر يعني انها عندها واحد لو سي نيجاتيف،
لو سين نيجاتيف مع لو سين نيجاتيف غادي تكون بوزيتيف والعشرة ديال واحد العدد اللي هو بوزيتيف غادي يكون هذا بوزيتيف يعني كا غادي يكون اكبر من واحد هنا القيمه راه غادي تخرج نفرضوا مثلا هاد بي كا ا كتساوي زيرو فراه غتكون هنايا 10 اس 0 هي واحد دونك كا ا كتاخذ هاد القيمه هادي اكبر او يساوي واحد كا ا فوالا تنتمنى تكون فهمتوا شنو بغيت نوصل هنا دونك الكا ا ملي تتكون اكبر من واحد البي كا ا تتكون صغر من الصفر من خلال جوج ديال المعلومات هاد جوج ديال المعلومات وحده فيهم كنعرفوا واش هذاك لا فورس واش فور ولا فابل غادي نمشيو دابا لا باز فور نشوفوا لا باز فور او لا لا باز فابل واش نقولوا عليه باز فور ولا نقولوا عليه باز فورت ولا باز فابل دونك باز فور باز فورت باش نعرفها غادي ناخذ واحد الكوبل مثلا بي اش بلس بي باش نعرف واش لا باز فور ولا ماشي باز فور راه خصني نديرو بعدا في الماء هذيك لا باز نديرها في الماء ونشوف واش ديسوسييت بالزربه ولا ماشي بالزربه يعني كنشوف بي هو اللي كناخذ بعين الاعتبار كندير ليه التفاعل مع الماء فاشنو غادي يعطيني غادي يعطيني بي اش بلس بلس او اش موان بلا ما نشرح لكم اشنو طرا فراه هذا الماء تعرف على هذا انه باز عطاه واحد الاش وهذا ملي عطاه اش ولا او اش موان يعني فقد واحد الاش من هنا ولا عنده او اش موان وهاد بي ملي اكتسبت هذاك الاش اللي عطاه الماء فراه كيولي بي اش بلس هادشي اللي تيوقع في البانيو في هاد البانيو هذا خلينا نقولوا عليه بانيو يعني في داك المحلول اللي كنديروا داك الاناء اللي حنا كنديروا فيه التفاعل اللي تيوقع فيه التفاعل داكوغ دونك انا باش نعرف هاد لاباز واش لاباز فور ولا لاباز فيبل ماشي بالضروره غادي نمشي نعرف الكاب بي ولا يكفي انه نعرف البي كا ا ديال هاد بي اش الا عرفت البي كا ا ديال البي اش بلس يعني ديال هذاك الكونجيغي ديالو الا عرفت البي كا ا ديالو انها كبر من 14 يعني كبر من بي كا او فراه تنقول ان هاد لاباز راه عباره عن باز فور يعني باش نعرف هاد لاباز واش لاباز فور ولا لاباز فيبل اشنو غادي ندير يكفي انني نعرف لاسيد كونجيغي ديالو نعرف لا بيكا ا ديال لاسيد كونجيغي ديالو واش فهمنا الا كانت البيكا ا ديال لاسيد كونجيغي ديالو كبر من 14 تنقول راه اسيد فور تنقول راه لاباز هذاك لاباز راه فور تنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي يعني ملي تيكون عندنا واحد لاسيد هو اللي تفاعل بغيت نعرف واش اسيد فور ولا اسيد فابل يكفي انه نعرف الكا ديالو الا كانت كا اكبر من واحد تنقول اسيد فور ونقدر نحدد القيمه من خلال البيكا نعرف واش اسيد فور ولا اسيد فابل من خلال البيكا البيكا ا كتساوي ناقص اللوغ ديال كا ا وبطبيعه الحال كا ا راه عدد موجب يعني عدد موجب مع ديك اللوغ غادي يبقى عدد موجب مع ديك الموا دائما غادي يبقى اصغر من الصفر واش فهمنا دونك كا اكبر من واحد البيكا ا اصغر من الصفر تنقول اسيد فور ولكن الا كان لا باز هو اللي غادي يتفاعل فمن الاحسن نمشي نشوف لاسيد كونجيغي ديالو نحدد ليه البيكا ا ديالو غادي نعرف القيمه ديالها الا كانت هذيك القيمه ديال البيكا ا كبر من 14 كبر من 14 تنقول راه هذاك لا باز راه لا باز فور صافي دونك الا كان عندنا واحد الاسيد بغيت نعرف واش اسيد فور ولا اسيد فيبل يكفي نعرف كا ا ديالو الا كانت كبر من واحد تنقول راه غادي يكون اسيد فور والا كانت البي كا ا ديالو صغر من الصفر راه غادي يكون اسيد فور يعني وحده فيهم غادي تعطيني المعلومه انه اسيد فور ولا اسيد فيبل الا كان هذاك لا باز عباره باش نعرف انه واش باز فور ولا باز فيبل فيكفي نمشي لاسيد كونجيغي ديالو نعرف البي كا ا ديالو الا كانت البي كا ا ديالو لاحظ ما الا كانت البي كا ا ديال هذاك لا باز كونجي ديال لاسيد كونجيغي الا كانت اكبر من 14 غتنقول راه هذاك لا باز راه عباره عن باز فور واشنو هو باز فور يعني هو اللي تيدوسوسيا في الماء بالزربه واشنو هو لاسيد فور هو اللي كيدوسوسيا بالزربه في الماء ياك دابا فهمنا هاد البارتي هادي خليونا نمشيو مثلا نشوفو
classement du couple acido-basique. هذيك هي ثاني حاجه قلناها قلنا ان غادي نديروها في لا فيديو دونك ثانيا غادي نشوفوا الكلاسمون دي كوبل اسيدو بازيك الكوبل غادي ناخذ جوج ديال لي كوبل غادي ناخذ جوج ديال لي كوبل و غادي ندير التفاعل ما بيناتهم يعني غادي ناخذ واحد الكوبل مثلا A1H مع A1-، وغادي ناخذ A2H مع A2-. انا عندي اختيار غادي نشد هذا الاسيد وغادي نفعله مع لا باز ديال هذا الكوبل الاسيد ديال هذا الكوبل غادي يتفاعل مع لا باز ديال هذا الكوبل اشنو غادي تعطيني غادي تعطيني A1H بلس A2-. A2-. اشنو غادي تعطيني بطبيعه الحال غادي تعطيني A2H بلس يلا كنت ندير لا مفتجه بلس A-. فوالا هذه بطبيعه الحال شنو غادي نحدد ليها انا مثلا غادي نحدد ليها لا كونستانت ديكيليبر اشنو هي لا كونستانت ديكيليبر ديالها هي ك اشنو كتساوي الجداء ديال هاد الجوج هادو يعني البرودوي ديال هاد ديال هاد الكونسنتراسيون ديال هادو ديال هاد لي برودوي وهادو ديال الرياكتور بطبيعه الحال دونك غادي يكون عندي A1H A2-. ويلي A2H مع A1-. فوالا على A1H على A2-. لاحظوا معايا انا بغيت نحاول انني نكتبها على شكل بي كا ا باقي نعقلي فاش قلت لكم ان A-H مثلا الا تفاعلت هاد A-H شنو غادي تعطيني هذا التفاعل يعني في النهايه داكوغ شنو وقع في الاول راه كبيت A-H وكبيت A2 بجوج كبيتهم دونك شنو غادي يطراو شنو غادي يبدا شنو هو الادوار ديالهم هذا غادي يحاول انه يفقد A-H غادي يحاول انه يفقد وغادي يعطينا A-1 بلس واحد الاش بلس وهذا ملي غادي نكبو غادي يكتسب هذاك الاش بلس A2- غادي يكتسب هذاك الاش بلس غادي يعطيني A2H وبطبيعه الحال هذا غادي يتفاعل مع هذا اللي هما هاد الجوج هادو غادي يمشي هذا مع هذا لان هذا فقدو وتعطى لهذا دونك هذا زائد هذا عاوتاني هذا زائد هذا دونك غادي تكون عندي هذا زائد هذا وهذا زائد هذا زائد هذا اللي حصلنا عليها هنا ديريكتومون داكوغ هذه شنو كنا حددنا ليها حددنا ليها لا كونستانت ديالها وهذه حددنا ليها لا كونستانت ديالها دونك هادشي اللي غادي نحاول ندير لا كونستانت داسيديتي الاولى مع لا كونستانت ديال لاسيديتي الثانيه الا قلت لك جبد ليا لا كونستانت داسيديتي الاولى مع الثانيه غادي تقدر تجبدهم ها هما جبدناهم غادي يكفي انني نضرب هنا في اش 3 او بلس ونضرب هنا في الاش 3 او بلس الاش 3 او بلس الا ضربت وقسمت فعلاش غادي نحصل غادي نحصل على القاعده مقسومه على الحمض ديالها في الاش 3 او بلس اللي هي كا اش ا هاهي ا 1 اش ا 1 دونك هذه راه هي اش هي كا ا ولاحظ معايا هنا القاعده في الاش 3 او بلس مقسومه على اش 2 هو المقلوب ديال كا 2 شوف معايا هنا شوف هنا كاينه القاعده على الحمض القاعدة على الحمض في الاش 3 بليس هي كا ا ماشي الحمض على القاعدة في اش 3 بليس هنا راه رجعوا لسميتو راه غادي تلقاو ان كا ا راه هي القاعدة مضروبة في الاش 3 بليس مقسومة على الحمض ديالها حنا عندنا شو هنا عندنا القاعدة مقسوم عندنا الحمض مضروب في اش 3 القاعدة مضروب في الاش 3 بليس وهنا كاينة اش 2 كاينة ا 2 اش يعني المقلوب ديال كا خليونا نبينوها بلاتي اشنو كتساوي A2- اش 3 او بلس مع A2H هذه ثابتات الحمضيه ديال هذا الكوبل هذا ياك قلب اشنو غادي يطرى 1 سور كا ا غادي تولي هي A2H
مقسومة على A دو موان في الأش تروه أو بليس. واش هادي؟ واش ماشي هي هادي؟ A دو H A دو موان الأش تروه أو بليس. واش ماشي هي 1 سور كا A اللي هي ماذا؟ كا A 2 يعني هي 1 سور كا A 2. واشنو كاين ما بيناتهم ما بينها وبين هاد كا A؟ راه الضرب. دونك اشنو غادي نحصل؟ غادي نحصل على مضروبة في 1 سور كا A 2 يعني انه كا A 1 سور كا A 2. اور اشنو كنعرف على كا A 1؟ هي بي كا كنعرف ان بي كا A 1 بي كا A 1 كتساوي هنا كا A. دونك كنعرف ان كا A كا A 1 كتساوي 10 اس ناقص بي كا A 1 فوالا. او كا A 2 هي 10 اس ناقص بي كا A 2. نجيب وحده مقسومه على الاخرى علاش غادي نحصل؟ هذه مقسومه على هذه دونك غادي تولي هي 10 اس ناقص بي كا A 1 مقسومه على 10 اس ناقص بي كا A 2 فوالا. نطلع هذه الفوق وغادي نغير هذا لو سين راكم كتعرفوا هذا الشيء. غتولي 10 10 اس ناقص دابا بغيت نديرها نيشان ولكن ما عرفتش كاين اللي غادي يتلف ما فهمتش. الا درتها نيشان وكاين اللي غادي يتلف هذا المستوى راه صراحه راه عيب. 10 اس بي كا A ولكن ماشي مشكل نمشيو حنا غير بشويه علينا على اين حنا كاملين هذا الشيء غير تعلمناه والله يعطينا ببركة الناس اللي اكتشفوا هذا الشيء. اما حنا راه غير تعلمنا هذا الشيء وكنعلموه يعني عندك تعلمت واحد المعلومه من واحد الشخص وبغيتي تعطي انت هذه المعلومه لواحد الشخص يعني راه حنا ماشي احسن منكم والناس اللي فايتينا راه ماشي احسن منا. المعلومه كتنتقل كننقلوها من واحد الانسان اللي عارفها لواحد الانسان اللي ما عارفهاش. يعني انا ما هو الا واحد الانسان اللي عارف واحد المعلومه كنعطيها لك يعني ما نجيش نتبجح عليك بحال راني عارف. راه هذا الشيء راه غير من يتبجح هذاك هو اللي اكتشفها اللي طحت عليه الفكره هذيك الساعه. اما اللي تعطات ليه المعلومه وفهمها راه عادي. غير هو كاين شي نوع اللي تنحس بحال لا ملي تيشرح بحال لا راه هو اللي اكتشف هذا الشيء. تواضعوا لله. دونك هذه غادي تولي هي 10 اس بي كا A 2 ناقص بي كا A 1. دونك هذه هي القاعده اللي بغينا نوصلوا ليها. 10 اس بي كا A 2 ناقص 10 اس بي كا A 1 يعني لا كونستانت ديال هذا التفاعل كامل كا ما هو الا 10 اس بي كا A ديال هاد الثاني ناقص البي كا A ديال الاول. يعني غادي تجي غادي تقول ليه كنعرفوا انك كتساوي هذه وتجي تكتب ليه هذه وتجي تحط ليه هذه وتجي دير ليه هنا فاط وتجي تحط ليه هذه هنا فوالا. دونك كا A راه كت لان هذه من الاحسن انك تبرهن عليها تتوصل ليها داكوغ ماشي بحال 10 كا A 10 ناقص بي كا A وداك التخربيق اللي شلنا الفوق. يعني هادوك كيفاه ان نحطوهم نيشان بهادي من الاحسن اننا نبينوا الطريقه منين جبناها. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معنا هاد البارتي هادي. نشوفوا واش باقى شي بارتي اخرى باش دونك لاحظوا معايا خليوني نقرا عليكم هاد البارتي هادي مهمه بزاف. لوسكو لون مي اون بريزونس دو كوبل اسيد و باز غادي نشرح لكم اسيد باز لا رياكسيون سو برودوي اونتر لاسيد لو بلو فور اي لا باز لو بلو فور. يعني ملي تيكون عندي واحد جوج ديال لي كوبل حطيت هاد الكوبل هادي عندي جوج ديال لي كوبل موجودين في هاد الاناء هذا فراه تيكون التفاعل ما بين ماذا؟ ما بين هذاك لاسيد القوي مع لا باز القويه داكوغ. تيكون التفاعل ما بين لاسيد القوي اللي غادي يعطي بروتون مع ديك لا باز القويه اللي غادي تاخذ هذاك البروتون. هذه بارتي صغيره اونتر جينير اونتر بين قوسين فوالا ما استحضرتش هاد اونتر بارونتيز فوالا. تنتمنى تكونوا فهمتوا معنا هاد البارتي. نشوف وين وصلنا.
فوالا 1958. نتمنى تكون فهمتوا معنا هذا البارتي، شاركوا هذا الشيء مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده للجميع، ديروا النجام وشجعونا فيه. والسلام عليكم ورحمه الله. الفيديو الجاي غادي نشوفوا لا نوسيون دو بي اش، من بعد غادي نبداو البي اش تاع بصح، وغادي نبداو في ليغولاسيون. لحد الان هذا الشيء كامل راه شلنا في الباك، هذا الشيء كامل شلنا في الباك داكوغ، ولكن من بعد راه غادي نشوفوا شي حاجه اللي هي واحد شويه كاينه هنا داكوغ، ولكن كل شيء تيفهمها كيف ما فهمنا حنا نتوما غتفهموا، يعني ماشي شي حاجه. اش فهمتوا؟ العقل اللي عطاكم الله هو اللي عطاه لنا حتى حنايا، وتنفهموا حتى حنايا بحالنا بحالكم، يعني ما تقولوش راه داك الشيء صعيب وراه ما نقدش عليه انا ولا كذا، وانما راه شي حاجه اللي عاديه جدا، يكفي انك تكونسونطرا معاها وتفهم، يعني شي حاجه اللي عاديه جدا كيلكو سوا لي سيركونستانس، راه هذا الشيء كامل راه حتى حنا اكتسبناه داكوغ. فوالا، تنتمنى تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للناس اللي ما داروش ابوني، من الاحسن يمشيو يديروا ابوني باش يوصلهم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.